في بلدنا جماعة لهم ورد كتبه شيخهم الأول يقرأ بعد صلاة الصبح والعصر، وهم كما يدعون فيه جملة من الآيات والأحاديث، يقول ويسمون هذا الورد باسم مؤسسهم، يقول هل يجلس معهم عند قراءته؟ لا، هؤلاء عندهم بدعة، يعني التزامهم بهذا الورد الذي كتبه رئيسهم أو شيخهم هذا يعتبر بدعة، التزامه بدعة، وقد يكون فيها أدعية شركية أو أدعية بدعية ما ندري عنه. نعم.